انتهت الهدنة السابعة وأعلن التحالف عدم نية تمديدها، فيما كان وزير الخارجية الأمريكي يدعو للتمديد لإعطاء فرصة لأهدافها التي لم يتحقق منها شيء خلال يومين. التحالف العربي أعلن انتهاء الهدنة مرجعا ذلك إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي وحلفائهم، مؤكدا على لسان المتحدث باسمه أنه ما من توجيهات لتمديد وقف إطلاق النار. ووفقا للتحالف فإن الهدنة كان يفترض أن تتمدد تلقائيا في حال التزام ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع بها والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وفي مقدمتها مدينة تعز، وحضور هذين الطرفين في لجنة التهدئة والتنسيق التي شكلتها الأمم المتحدة إلى مدينة ظهران الجنوب السعودية، ولكن أي من تلك الأهداف والشروط لم يتحقق، وبالتالي فإن استمرار الهدنة أو تمديدها صار فاقدا للمعنى بحسب التحالف. تزامنت تصريحات ناطق التحالف مع بيان صادر عن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رحب فيه بإعلان كافة الأطراف في اليمن التزامهم بتجديد وقف الأعمال العدائية الذي كان قد بدأ السبت لفترة أولية قدرها 48 ساعة، ولكن لم يكن هناك من أحد قد جدد التزامه في الواقع، فيما يشير لأن التخبط صار سمة لازمة لأداء وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا، والذي انتهى في المرة السابقة بإيضاح للرئيس هادي وحكومته حول إساءة فهم تصريحاته فيما عرف بإعلان مسقط. هذا التعارض الواضح بين تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والمتحدث باسم التحالف يشير إلى حالة من عدم الاتفاق بين الطرفين حيال الملف اليمني في الوقت الراهن. أسئلة كثيرة تلوح في الأفق حول مستقبل التسوية السياسية في اليمن وسط كومة الرؤى المتباينة بين الأطراف الدولية والإقليمية وانعدام فرص التوصل لطريق يفضي لإحلال السلام عبر بوابة المرجعيات الدولية والأممية التي تم التوافق دوليا وأمميا عليها خلال الفترة الماضية من عمر الأزمة اليمنية.